أيضا في متابعة للتطورات الميدانية في القطاع، تنضم إلينا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. أهلا بك خولة مرة جديدة معنا وتحية صباحية. كما نتابع تجدد القصف الإسرائيلي لا سيما على خان يونس جنوب غزة، أيضا الإعلام الفلسطيني تحدث عن آليات إسرائيلية وتوغل في مخيم النصيرات، حدثينا أكثر عن التفاصيل المتوفرة لديك. نعم، فعليا منذ ساعات أمس كان هناك حديث عن تراجع للآليات والدبابات العسكرية في منطقة مخيم النصيرات، هذا الأمر الذي دفع عدد من الشبان الفلسطينيين إلى التوجه إلى تلك المنطقة من أجل تفقد منازلهم وأحيائهم، ولكن فوجئوا خلال ساعات المساء بتمركز طائرات الكواد كابتر التي قامت على استهدافهم بشكل مباشر، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، وهناك حديث يدور عن أكثر من 6 شبان ملقاة جثامينهم في شوارع المخيم ولم يستطع أحد الوصول إليهم، مع عودة وتقدم الآليات والدبابات لتتمركز مرة أخرى على المحاور الشمالية من مخيم النصيرات وإعادة فرض السيطرة على تلك المنطقة. إذا الجيش الإسرائيلي يعمل على عملية صيد للشبان الفلسطينيين من خلال هذه الطريقة التي يقوم فيها بالتقدم ثم التراجع ثم العودة مرة أخرى، السماح للمواطنين في بعض الأحيان بالمرور إلى مناطق سكناهم ثم يقوم باستهدافهم بشكل مباشر. هذا الأمر أيضا رصدناه في عدد من المناطق أبرزها منطقة مخيم البريج ومخيم المغازي أيضا التي شهدت خلال الأيام الفائتة تراجع محدود للآليات والدبابات العسكرية، ولكن اليوم كان هناك عودة تقدم لهذه الآليات، وأيضا كان هناك حديث عن اشتباكات ضارية ما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية أسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بالإضافة لإيقاع ضحايا بالجانب الفلسطيني تحديدا في عدد من النازحين الموجودين في مناطق ومراكز الإيواء، وحتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي ما زالت محتجزة داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، رغم إنذار الجيش الإسرائيلي لهذه العائلات بضرورة إخلاء منطقة مخيم المغازي، ولكن لم يتح لهم فرصة أن يكون هناك ممر آمن أو طريق يسمح لهم بالخروج بطريقة آمنة، وبالتالي هذه العائلات تعتبر عائلات محاصرة ومحتجزة داخل مخيم المغازي ولا سبيل لديهم حتى هذه اللحظة للخروج من تلك المنطقة، في ظل أيضا عدد كبير من الإصابات والضحايا الموجودة في أروقة هذه المدارس وفي شوارعها بالتحديد، إضافة أيضا إلى أصوات القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت خلال الليلة الفائتة على منطقة المحافظات الوسطى، ولكن كثافة هذه القذائف والصواريخ سجلت في منطقة خان يونس تحديدا. هذه المحافظة شهدت خلال الساعات الفائتة تكثيف واضح للقذائف التي أطلقت من قبل الآليات والدبابات العسكرية تحديدا في محيط مستشفى ناصر وعلى بعد أمتار من تلك المنطقة. شهود العيان أكدوا بأن القذائف بالعشرات فعليا وهناك عدد كبير من الإصابات والضحايا رغم وجود عدد أيضا من النازحين في محيط مستشفى ناصر وفي أروقته، وبالتالي هناك تخوف واضح للمواطنين الفلسطينيين عن إمكانية أن يكون هناك اقتحام لهذا المشفى، خاصة أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يركز على المستشفيات الفلسطينية، مع التنويه أن حتى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى تعرض إلى عدد من الطلقات النارية من قبل طائرات الكواد كابتر دون أي إنذار مسبق لهذه المنطقة. هذا الأمر دفع أيضا عدد كبير من الطواقم الإعلامية والنازحين الموجودين في تلك المنطقة للخروج منها والنزوح باتجاه رفح، وبالتالي تدني الخدمات الطبية في المستشفى وتدني أيضا عدد النازحين في تلك المنطقة بشكل واضح في ظل تهديد خطير على مستشفى شهداء الأقصى وطريقة سيره نعم عمله في الآونة الأخيرة.